صوت اتحاد الشباب الإريتري لإنقاذ الوطن في القسم العربي التي تهم وتسعى إلى حماية الشباب والشعب الإريتري أينما كان. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في القسم العربي من إذاعة صوت اتحاد شباب إريتريا لإنقاذ الوطن، الصوت المعبر عن آمال وطموحات الشعب الإريتري في الحرية والديمقراطية والسلام. أيضا التحية لكل الوطنيين من أبناء شعبنا الذين يناضلون من أجل أحداث التحول الديمقراطي في بلادنا، والتحية للشرفاء الذين يقضعون في سجون ومعتقلات الدكتاتوري. عزيزي المستمع، هذا صوتنا من القسم العربي بصوت اتحاد شباب إريتريا لإنقاذ الوطن، يأتيكم محملا بطيب الأمان والأشواق العالقة بأرض الوطن الحبيب، فإلى كل الشعب الإريتري داخل وخارج الوطن أزكى التحايا والأمنيات. طاب مساءكم مستمعين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نستهل برنامجنا كالمعتاد بنشرة الأخبار ونبدأها بالعناوين. اليمن تتهم سلطات أسمرة باختطاف 3 قوارب صيد وأسرى بحاراتها. تردي للأوضاع المعيشية والظلام يسود أسمرة. أعزائي المستمعين، من عناوين نشرة الأخبار إلى تفاصيلها. تفيد الأنباء الواردة من إريتريا عن تردي الأوضاع المعيشية حين نشر موقع الجاش بركة أن مصادره أشارت إلى غلاء وانعدام المواد الأساسية في البلاد، وأن العاصمة أسمرة مثل غيرها من مدن البلاد تعيش ظلام دامس لأكثر من أسبوعين، مثلما تعاني من شح في المياه الصالحة للشرب، ما دفع رأس السلطة للتلهي عنها بزيارة استعراضية بمروحية للإقليم الغربي والبكاء على أطلال مشروع سده الصبياني في مناطق جرسيت. وأضافت المصادر أن مرافقه في تلك الزيارة كان المدعو ودي عنقاي نائب العميد سيء الصيت تخليمان جوس وأحد عناصر الاستخبارات العسكرية في المنطقة المدعو يوناس، الأمر الذي عزز من فرضية اعتقاله مع جميع منسوبي إدارة شركة هوميب التي كان يشرف عليها، حيث تتحدث أوساط السلطة عن اعتقاله تحت طائلة بند الفساد الإداري والمالي منذ تغيبه عن اجتماعات للقيادات العسكرية بالإقليم الغربي وإغلاق منزله بمدينة تسنة وفرض حراسة مشددة عليه. وأوضحت المصادر أن زيارة رأس السلطة جاءت على خلفية وصول معمل تكرير للمعادن ومحطة توليد للكهرباء لتشغيله استورده المدعو والدبخيت عبر ميناء بورسودان. وذكرت المصادر أن أوساط السلطة تتحدث عن تولي رأس السلطة الإشراف على المعمل بعد أن فقد الثقة في غالبية الأزلام المتواجدين من حوله. اتهمت السلطات اليمنية البحرية الإريترية باختطاف 3 قوارب صيد يمنية من المياه الإقليمية اليمنية في البحر الأحمر، وعلى متنها 13 بحارا تم اقتيادهم تحت تهديد السلاح إلى أحد جزرها. جاء هذا في تقرير إخباري نشرته صحيفة المدينة السعودية يوم الجمعة الماضي 19 يوليو الجاري. وأضاف التقرير أن شرطة خفر السواحل لقطاع البحر الأحمر اليمنية في بيان لها أن ذورقين حربيين تابعين للبحرية الإريترية اعترضا يوم الأربعاء الماضي 3 قوارب صيد يمنية بالقرب من جزيرة ميون اليمنية في البحر الأحمر غرب البلاد، وقاما باقتيادها تحت تهديد السلاح إلى إحدى الجزر الإريترية. وأضاف البيان أن قوارب الصيد التي احتجزتها الزوارق الإريترية كان على متنها 13 بحارا جميعهم من أبناء منطقة المخا الساحلية التابعة لمحافظة تعز،
مشيرا إلى أن الإجراءات متواصلة لاستعادة قوارب الصيد اليمنية مع بحاراتها 13. إلى ذلك نشر صحيفة الاقتصاد السعودية في 20 يوليو الجاري أن مصدرا أمنيا يمنيا أفادت السلطات اليمنية وخلال 6 أشهر الماضية ضبطت 10 شاحنات بداخلها نحو 50,000 مسدس تركي تبلغ قيمتها 1 مليار ريال يمني. وأفاد المصدر المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه إن هذه المضبوطات وصلت إلى سواحل ميناء المخا ومنطقة ذياب بمحافظة تعز عبر عصابة تضم جنسيات متعددة من بينها إريتريين وجيبوتيين ويمنيين. أعزائي المستمعين، قد قدمنا لكم نشرة الأخبار ونتمنى لكم لحظة ممتعة مع باقي فقرات برنامجنا. هجدف والتخريب المستمر. لقد أثبتت تجربة العقدين من الزمان التي هي عمر النظام الهجدف أن هذا النظام لم يترك عاملا من عوامل تفتيت وحدة الشعب الإريتري إلا واستغله، ولا معمول هدم لوحدة الصف الإريتري إلا وضرب به باطشا. لقد اتخذ النظام التفريق بين الشعب مبدأ وطبقه على الأرض ممارسة. البعض يقول أنه انتسخ التجربة الصينية التي أرساها قائد الثروة الصينية ماو تي سي تونغ، وهذا يتمثل في محاربة الأديان وحتى العادات والتقاليد الاجتماعية والطبقة المتعلمة. نظرية ما يسمى ببناء الأمة التي يركز فيها النظام على صياغة الأجيال الحديثة بدأت بإنشاء معسكر ساوا للخدمة العسكرية الإلزامية، وهذا أكد على إسياس أفورقي بنفسه مرارا وتكرارا، حيث أعلن أن ساوا هي الفرن الذي يصهر فيه الشباب لإعادة تشكيلهم. وهذا بالفعل ما حدث بسوق الشباب إلى سوا قصرا، ثم إفراغهم من كل ما في أذهانهم من قيم ومعتقدات وإعادة شحن تلك الأذهان القطة بخواء الهجدف الروحي والمادي. وبسبب هذا التصرف الأرعن من الهجدف نزل شبابنا والشعب عامة ما لا يوصف ولا يحصر من الكوارث والبلاءات في مجالات التعليم، الأسرة والمجتمع، العادات والتقاليد. منذ بدء مشروع ساوا للخدمة الإلزامية بدأ الشباب ينمي عادات وتقاليد وقيم تتنافى مع كل موروثاته الدينية والاجتماعية. كان المجتمع وحتى حكومته يزعمان أن الذهاب إلى ساوا يعني التدرب على مهارات وقدرات فنية تؤهل الشباب لبناء الوطن وحمايته، فضلا عن الانصهار الاجتماعي وتبادل التعرف على القيم والعادات الاجتماعية. ولكن على العكس، تخرج الشباب من ساوا وهم مدمنين لمكيفات ومسكرات لم يألفوها ومصابين بأمراض لم يسبق لهم الإصابة بهم. كما يعلم الجميع، كان الآناث في هذا المعسكر الأكثر ضررا من بيئة ساوا ومصائبها، حيث أصبح الكثيرات من أخواتنا هناك نهبا للإصابة بالأمراض الجنسية والحمل غير المرغوب، كما فقدن الثقة بأنفسهن وأرخينا الحبل للخضوع، وأخيرا أصبحنا عالة على أسرهن ومجتمعاتهن بعد أن كنا منتجات. والأمر المؤسف هو أن اتحاد المرأة المفترض أنه ممثل النساء الشرعي للمدافع عنهن بدلا عن الاعتراف بما أصابهن من ضرر، إذا به يدافع عن سوء فعالات جنرالات الجيش وقادة الهجدف بحق بناتنا وأخواتنا بنفيه وإنكاره لأي ضرر لحق بالنساء. والسبب وراء إقدام الاتحاد النسائي الرسمي على هذا اللؤم والتقصير في حق الفئة التي يدعى أنه نشأ وانشأ للدفاع عنها. السبب في ذلك هو أن الاتحاد يعلم حق العلم أن الجرائم بحق النساء سوف تطال بشكل مباشر وصريح. الرئيس إسياس أفورقي نفسه وقادة نظامه وجنرالات جيشه بما فيهم الجنرال تخلى إيهاب تسلسي زوج رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية،
أنا شخصيا كنت لا أصدق ما أسمعه عندما حكت لي شابة كيفية إفلاتها وهروبها من الوقوع فريسة لنزوات جنرالات ساوا، وكيف أنها لما كانت تعلم أنهم لن يتركوها حتى بمنزلها بأسمرة اختبأت بمنزل مغاير وفي حي آخر. فتاة أخرى عندما رفضت أن تكون الوصيفة الجنسية لقائد لوائها عاقبها بنقلها لدفاعات القتال، وهناك عندما تعرضت لذات المحاولات الدنيئة ذهبت إلى أسمرة واختبأت هناك. كلما تأمل الواحد منا هذه الممارسات القميئة تسأل باستغراب عما إذا كان من يمارسون تلك الانتهاكات من إصلاب إريتريا. صحيح أن سجلات التاريخ تذكر أن اليابان عندما احتلت الصين في الحرب العالمية الثانية مارس جيشها الكثير من الجرائم الجنسية بحق الصينيات، أما أن يقدم مواطن على انتهاك حق لمواطن جاء مثله ليقدم روحه فداء للوطن والمبادئ فهذا مما لا يستوعبه التصور. لكن ذلك يحدث في بلادنا بكل بجاحة وسفور، حيث يمارسه النظام من قمة رئيسه حتى أدنى موظف فيه. لقد أدت هذه الممارسات في نهاية المطاف إلى انحلال مجتمعاتنا وانسحاق قيمه وعاداته السمحة، إلى درجة لم يعد معها في بلادنا إريتريا ما يعيب ويشين معيبا. شبعنا أيضا نقل من سوا عادات ومكيفات لم يكونوا على عهد بها، بل فقدوا بالبرامج والممارسات المملة والسخيفة لقادتهم بوصلة أي قيمة من القيم، بما في ذلك القيمة الوطنية التي أريد اكتسابهم لها. أن النظام لم يتعمد أن يحرم شبابنا من التعليم في أوانه ومن العمل لتطوير أنفسهم اقتصاديا ولا من الزواج وتكوين أسرة، لم يتعمد ذلك فحسب، بل يعمل بكل العلم والقصد على تدميرهم ماديا ومعنويا عبر جعلهم مدمنين يعيشون سكارى مخدرين وأسرة لمختلف المكيفات والمسكرات والمخدرات طول الحياة. وبالتالي حرمانهم من الاعتماد على أنفسهم اقتصاديا وجعلهم يعيشون أسرة العبودية والعمل لصالح النظام بالصخرة مقابل الطعام والمشروبات المسكرة والمنبهات الضارة. في نهاية 2004 حكى الجنرال عمر طويل لأحد أصدقائي قائلا إن الجيل السابق أوجد هذا الوطن من العدم، وعلى الجيل الحالي أن يبني البلاد مجانا بلا مقابل. هذه الأقاويل نابعة من أفكار السياسة وتعاليمه، لكن هذه الأفكار والتعاليم جعلت الشباب عديم النفع لنفسه ولوطنه معا، وبهذا أصبح الشباب فاقدا لكل قيمة ومثل أعلى، بل أصبح عديمي الحياة عبثي التفكير، يستوى في ذلك من يعيش منهم في الخارج أو يعيش في الداخل. على أن أخطر الأضرار على المجتمع وعلى مستقبل الوطن بأسره نجدها في مجال التعليم، فالتعليم هنا لا يصنع أجيال تدرس وفق المعايير العالمية للتعليم كفيلة بصنع قادة المستقبل في كل المجالات. عملية أضعاف التعليم تبدأ من بداية السلم التعليمي، وهذا التعليم على فقره يتولاه مدرسون من جنود الخدمة الوطنية، وهم الذين لا تتاح لهم فرصة لالتقاط الأنفاس لينظموا حياتهم اليومية، ناهيك عن أن يتفرغوا للتدريس. لا تتوفر مدارس أو مؤسسات تعليم عالي نموذجية يطمح الطلاب للالتحاق بها، أما المعاهد والكليات الفنية التي يديرها ضباط الجيش لا تجذب الطلاب لمخالفتها لمعايير الالتحاق بالتعليم العالي، ويزداد الملتحقون بها يائسا وخيبة أمل. بعد إتمام العام الدراسي 12 يساق الطلبة إجبارا إلى معسكر ساوة للتدريب والإذلال وغسيل المخ، ومن هناك أيضا وبلا أدنى رغبة منهم يوزعون إلى المعاهد والكليات الفنية إياها. لذلك فالعملية التعليمية التي تسير بها الوتيرة عملية عبثية إن لم تكن كارثية. وبذا ليس مستوى التعليم في بلادنا فقط هو الذي أنهار، بل يمكننا القول بثقة إن حزب الهيكدف أيضا يكون بذلك قد حقق هدفا غاليا من أهدافه، ألا وهو تجهيل الشعب.
أيضا إحدى خطط الهيكدف في أضعاف التعليم تتمثل في تشليع الجامعة الوحيدة بالبلاد والتي تأسست في العهد الاستعماري تحت حجج واهية ومختلطة، من بينها ترفيعها إلى مؤسسة للدراسات فوق الجامعية. والهدف من هذا مفهوم ألا هو هدم السلم التعليمي من أعلاه وإبداله بكليات ومعاهد عليا يديرها العسكريون لتخريج كادرا متعلما ومطيعا في ذات الوقت يسهر على رعاية النظام وإطالة عمره. وكما أثبتت التجربة لم تخرج تلك الكليات والمعاهد طلبا ذوي كفاءة وتأهيل يعتمد عليها. أما الأكثرية من هؤلاء الطلاب فهي تهرب وتترك الدراسة مهاجرة، وحتى من هاجر منهم خريجا لم تجد شهادته القبول والاعتراف في الخارج. وحتى جامعة أسمرة التي كانت في مصاف أفضل الجامعات المعترف بها عالميا أعلنت الكثير من الجامعات إنزالها إلى درجة متأخرة جدا من معايير القبول والتفضيل، وبالتالي لم تعد شهادتها تجد القبول والتقييم اللائق. إجمالا يمكننا القول إن الهيكدف قد تسبب في هز الركائز الاجتماعية لشعبنا وإضاعة معالم هوية الأسرة والمجتمع وإفراغ البلاد من شبابها محط آمالها المستقبلية، ووضع البلاد بأسرها بين فكي أزمة طاحنة. لذلك فهي انتظار من ينقذها ويخرجها من هذا النفق الذي يزداد ضيقا وأظلاما. آه من زمان اكتسى بلون السواد، آه يا أرض الكفاح أنت بعض من جراحي وشجوني في الفيافي ورحيل واغتراب. آه ثم آه ماذا ترانا قد جنينا أو جنى الشعب الإريتري غير حب للتراب وعشق للسلام وهروب من مآسي. آه من المنفى ثم آه من المنفى ومن تعب الرحيل بلا قرار. آه من الظلم الذي قلب الفيافي إلى قفار، فمتى يعود ربيعنا ومتى نرد حقوقنا لنعود في فرح الصغار إلى الديار ونقبل الأرض التي ارتوت بدماؤنا ونضمها لقلوبنا. هي أمنا هي أرضنا، سكب الشباب لها الدماء صار الرجال لها الفداء. من أجلها عبر المشانق والحريق شق الطريق. يا أرضنا لك حبنا، أنت ألسنا أنت المنى، لولاك ما لاح الشعاع بدربنا، لولاك ما هتف النشيد بزحفنا. آه ثم آه من زمان اكتسى بلون السواد، آه يا أرض الكفاح أنت بعض من جراح وشجون في الفيافي ورحيل واغتراب. آه ثم آه.
شي خير يا غير اتجاه الزهور دونك، فيها شي خير يا غير اتجاه الزهور يا سكر في العيون النوم ودر لو في المجهول دونك، فيها شي خير يا غير اتجاه الزهور شي حير يا غير اتجاه الزول دونك، فيها شي حير يا غير اتجاه الزول يا سكر في العيون النوم ودر لو في المجهول دونك، فيها شي حير يا غير اتجاه الزول المستمعين. كانت هذه آخر فقرات برنامجنا لهذا المساء، ولا نقول لكم وداعا، ولكن إلى لقاء قريب نجدد فيه عزمنا لتحرير بلادنا من دكتاتورية إسياس. كنتم مع القسم العربي بصوت اتحاد شباب إريتريا لإنقاذ الوطن، وذلك بتاريخ 25/7/2013 ميلادية.